كشف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين باتت من أوائل الدول العالمية التي تتحدث بلغة التنمية المستدامة ومنحت تحقيق الأهداف الأممية أولوية مضاعفة، وذلك انطلاقا من الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والرامية إلى تعزيز النهج التنموي المتين القادر على بناء البحرين الأفضل والنموذج الأبرز في المنطقة، وهو الأمر الذي ترجمه بكل وضوح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في برنامج عمل الحكومة الموقرة الذي يتضمن برامج وآليات حديثة ومتطورة من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن مملكة البحرين أدرجت الاستثمار في الشباب والناشئة من ضمن أولوياتها سعيا منها لتطوير مهاراتهم باعتبارهم يمثلون حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأقدر على توصيف الطريق المناسب للوصول لها. جاء ذلك خلال افتتاح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة التابع لوزارة شؤون الشباب والرياضة بحضور عدد من أصحاب السعادة والوزراء والمسؤولين في الدولة، كأول مركز من نوعه على مستوى العالم يخدم أهداف التنمية المستدامة 17، حيث قام سموه بجولة في مختلف أرجاء المركز العلمي واطلع على الأجهزة الحديثة التي يتضمنها وحزمة البرامج التي سيقدمها المركز الموجهة إلى الشباب والناشئة. وقال سموه: لقد أكدنا أن مملكة البحرين سباقة بين دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإشراك الشباب في ذلك، كما أن هنالك حقائق على أرض الواقع نعتمد عليها وتدعم مواقفنا، ومن أبرزها إطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي الجائزة الأولى على المستوى العالمي. والآن يتم افتتاح أول مركز علمي من نوعه على مستوى العالم يخدم أهداف التنمية المستدامة ويقدم برامج متخصصة في الأهداف الأممية لتهيئة الشباب والناشئة بصورة علمية صحيحة للمشاركة في تنفيذ تلك الأهداف وإبداء رأيهم حول الطريقة المناسبة للوصول لها. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: أننا نمتلك هوية وطنية بحرينية في تصميم البرامج التي سيتضمنها المركز العلمي، ونفتخر بأن الكوادر الوطنية البحرينية ستدير المركز الذي تم تطويره بشكل شامل ليتناسب مع أهداف التنمية المستدامة وليكون الأساس لتدريب الشباب من أجل الوصول إلى الأهداف الأممية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدور البارز الذي قامت به وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة في تطوير المركز وإعطائه هوية بحرينية وصبغة عالمية وبرامج متميزة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة: أن المركز العلمي البحريني يأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تفعيل دور المملكة في المجال العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة تشغيلية متميزة للمركز العلمي بهوية بحرينية خالصة تتناسب مع توجهات المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع الاطلاع على بعض التجارب العالمية في سنغافورة وألمانيا واسكتلندا وأمريكا والصين وتركيا في مجال البرامج والمراكز العلمية. وقال سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة: إن المركز العلمي الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم سيعكس بكل جلاء ريادة مملكة البحرين عالميا في تمكين الشباب وحثهم على تصدر مشهد التنمية المستدامة في المملكة. وأضاف سعادته أن المركز يعتبر أول مبنى حكومي يقوم بتركيب الخلايا الضوئية المدمجة فيها ألواح شمسية على واجهة المبنى ليوفر الطاقة النظيفة وليحافظ على البيئة من الملوثات. نظرة بعيدة المدى ورؤية ثاقبة ترجمت خلال افتتاح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية
المركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة كأول مركز من نوعه على مستوى العالم يخدم أهداف التنمية المستدامة كافة، ليكون نموذجا يحتذى به ومثالا للمبادرة الوطنية في مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة وتكامل التكنولوجيا المتجددة. نرحب بالجميع وكل من حضر وشاف افتتاح هذا المركز العظيم الأول من نوعه في العالم لأهداف التنمية المستدامة. هو برنامج ومركز ثقافي وتوعوي للشباب والشابات في مملكة البحرين، بما أن اليوم العالم كله متجه إلى اتجاه اللي هو الاحتفاظ بالطاقة وإلى آخرة والترشيد وكل الأمور اللي احنا نهدف إلى التنمية المستدامة. هذه جهود الحقيقة مشكورة من جميع وكل منتسبي وزارة الشباب والرياضة على هذه المبادرة الطيبة وعلى هذه الجهود اللي احنا شفناها الحقيقة من تقدم في التكنولوجيا ومن تقدم في ادخار الطاقة وإلى آخرة. فالمبنى بحد ذاته قصة نجاح، لأنه هو يدخر 75% من الطاقة المطلوبة سواء كانت في الإنارة ولا في الطاقة وإلى آخرة من كل أمور الطاقة للمبنى هذا. فنحن اليوم نتمنى إن شاء الله أن هذا يبقى نهج وتبقى ثقافة لمملكة البحرين نتقدم إن شاء الله بها مستقبلا، ونحافظ على بيئتنا ونحافظ على وندين هذه البيئة، بما أن جلالة الملك حفظ الله ورعاه هو الأول والداعم الأول لهذه البرامج، وعنده جائزة باسمه في الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة. فإحنا اليوم نقتدي بجلالة الملك، وهذا أبسط شيء نقدر إحنا نقدمه استجابة لجائزة جلالة الملك، استجابة لرغبته، واستجابة لأهداف جلالة الملك. المركز العلمي البحريني يضم أحدث التقنيات الصديقة للبيئة للتقليل من تكلفة الطاقة المستهلكة، حيث تم وضع مختلف تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة في المبنى، وبذلك يصبح أول مبنى حكومي يقوم بتركيب الخلايا الضوئية المدمجة على واجهة المبنى بقدرة 22 كيلو واط، بالإضافة إلى توربينات الرياح بقدرة 5 كيلو واط، والتي سيتم تغذيتها في الشبكة الحكومية. هذا المبنى هو الأول من نوعه الذي يهتم بالكامل بالمحافظة على الطاقة والاستفادة من الطاقة النظيفة، وكذلك جميع أجهزته هي أجهزة موفرة للطاقة، فبيكون يعني مركز مهم لتعليم الشباب والناشئة وترسيخ ثقافة المحافظة على الطاقة والطاقة النظيفة. دي مبادرة قوية جدا في المنطقة، الأولى من نوعها، ستساعد كثيرا البحرين في تحقيق هذه الأهداف، لأن عشان تحقق الأهداف لازم تعرف الناس بيها. عشان تعرف الناس بيها لما تدي بالناشئ بينشأوا ويتعلموا هذه الأهداف من صغرهم، وبالتالي سيساعدوا على تحقيق هذه الأهداف. هذا وضم المركز العديد من المعايير العالمية ليكون مركزا متميزا وفريدا، حيث يحتوي على نظام عزل حراري على بنسبة 25% من المعايير المطلوبة في مملكة البحرين. ونوع نظام العزل الخارجي هو EIFS، والذي من المتوقع أن يخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%. علاوة على ذلك، فإن جميع أنظمة الإضاءة المثبتة في المبنى هي من النوع الذي يستهلك الطاقة بنسبة 75%، أقل من الإضاءة التقليدية. مساهمة فاعلة لمملكة البحرين في تحقيق أهداف تم اعتمادها رسمياً من قادة دول العالم، فالأجهزة الحديثة وحزمة البرامج التي سيقدمها المركز تهدف إلى خلق جيل واعٍ وعلى دراية تامة بالتنمية المستدامة وخطة تفعيلها بمساعدة التكنولوجيا وترجمة الخدمات والخطط الورقية على أرض الواقع وبكفاءات بحرينية.